قاعده في الاوضه من بدري، قلت اجي اطمن عليكي. روحي نامي. انت زينه؟ ايوه زينه. انت كنت طالعه ولا ايه؟ مالكيش صالح دلوقتي، عايزه ايه؟ عايزه اطمن عليكي مش اكتر. قلت لك زينه. على فين ياما؟ سامحني يا ابوي، سامحني. هيسامحك على ايه ولا ايه بس يا جبرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ انتي؟ انا بكرهك. وانا يعني اللي بحبك من القلب للقلب يا جبرية. كان نفسي اكون واقفة على قبرك انت دلوقتي. مش هتلحقي، لان ان شاء الله ربنا هيقصف عمرك وانا اللي هدفنك بايديا واقفل عليك التربة عشان ما تخرجيش. الزمن بيننا، هنشوف مين اللي هيوصل مين. انتي خلاص بناتي في البيت، وجوزك جابلك مرة واتجوز عليكي، والمرة حبلة شايلة الواد اللي هياكل ويقش ويورث. وخلي بالك يا جبرية، دي رقاصة هتلعبك بالسجاد. وماله؟ بس انت ما تعرفيش جبرية ممكن تعمل ايه. خلاص ما بقالكيش، عشان كده جاية هني تتكلمي مع الميتين عشان الصحيين فاتوكي. وانت حبيبتي جاية لي؟ أنا جاية للي راح أقول له اطمن ونام. خلاص حقك وطارك جربه. بالك يا كريمة، موتك انت هي اللي جربت، وبعون الله أنا حدفنك هني ولا حدش يعرف طريقك. ولما يسألوا فين كريمة أقول لهم سبحان الله، اشتاقت لزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورحت له مع أخوها. عليه أفضل الصلاة والسلام. والله يا جبرية ما حد عارف مين اللي هياخد روح مين.